أمطار غزيرة واحد الوقت وجيز صراحة. هاد الفيضانات ما شفناهمش من 2013 تقريبا، فاش بنا صايبو البنية التحتية وكبروا القوادس مبقيناش كنشوفو هاد الفيضانات هادي. لكن دابا نظرا للأمطار الغزيرة اللي طاحت بزاف صراحة ما قدرتش نتحمل هذا الكم الهائل ديال الماء اللي هابط. لهذا دونك قبالة السينما طارق انا كنشوف هاد الناس سيارات اللي وراها الله يخلينا الله يعطينا قد نفع. هذه ما كذا كتشهد واحد فيضان اللي هو ما شفناش من 2013 2014 ما شفناش هاد الفيضانات هادي صراحة.